ذات الاختبار رح يكون لأحمد عيسى. نيكول رح تتفضل مع الأنفلوبات اللي بين إيديها. أحمد بتختار ظرف، بتشوف شو الاسم اللي مدون بقلبه. الأستاذ رودي رحمة. رح تعرفنا عنه باختصار ومن بعدها بتتوجه له بثلاث أسئلة. أحمد تفضل. مساء الخير. يا ريت في حط الميكروفون على قلبي بس أسمعكم دقات قلبي، مع أنه هيدي ثامن مرة وآخر مرة على مسرح استوديو الفن بطلع عليكم. بس صدقوني أنه حتى لو آخر مرة وحتى لو ثامن مرة كتير صعبة، كتير صعبة وقفتي هون، لأنه عن جد أنا هلأ باختبار، يعني دايماً الارتجال غير الاختبار. أما بالنسبة للأستاذ رودي رحمة، شاعر لبناني منفتخر فيه، أنا بعتبره أرز من أرزات لبنان. أستاذ رودي رحمة، أستاذ رودي رحمة، بدي أسألك سؤال بكل بساطة. تفضل. مين برأيك من الشعراء تعتبره الشخص اللي ممكن تتحدى، يعني مين هو الشخص اللي هلأ بينافس الأستاذ رودي رحمة أو الشاعر رودي رحمة؟ أول شيء الشاعر بيحط قدامه عدة شعراء مرقوا بالحياة، مش يتخطاهم بس، ومش للمنافسة، يعني مثل كلمة إنك تنافسهم تتحداهم، لا، يبقى في بيت شعر كتير مهم بالحياة مرق معك بتحطه قدامك يمكن أوقات وتقول بدي أفوز عليه بصورة أهم، هيدا هو. بس الشعراء كتار 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 ونحن ما بنتحداهم، نحن منجرب إن نمشي معهم تنكمل الحياة. شكرا على الجواب. السؤال تاني، مع أنه ياريت كنت محضر الأسئلة لأنه أستاذ رودي رحمة بحب أسأله أسئلة كتير مهمة لأنه بعتبره من أهم الشعراء بلبنان. السؤال تاني أستاذ رودي رحمة، مين برأيك من لجنة الحكم يلي حضرتك قاعد معها هلأ ما بيحبك؟ أنا بعتبر كل اللجنة هي بتحبني وبحبهم، ولو اختلفت الآراء، واللجان إذا ما اختلفت الآراء فيها معناتها منا لجنة قادرة أن تصوب الكلام على أي مشترك كان، مشان هيك نحن بنحب بعضنا كتير أكتر ما بتتصور، ولكن نختلف بالآراء. رح استغل آخر سؤال ورح أسألك عن رأيك فيه. أحمد أنت بلشت بشي وصلت لشي تاني، انت ان شاء الله المستقبل قدامك والله يوفقك، بس بدك اكيد اكيد المطالعه، بدك طالع كتير مثلنا كلنا سوا ببدايه حياتنا، بدك تنتبه على كل مشهد بتمرق فيه بالتلفزيون وترجع تعيده وتقول وين انا غلطت وكيف انا غلطت وكيف ممكن اني استمر مع وجوه مرقوا قبلك وتشوفهم كيف هني مرقوا. شكرا لرودي رحمي وشكرا لاحمد عيسى.